كما لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله. يعني أنت دخلت في غيبوبة قبل دوري المحترفين، جاك الرد من أبو خالد، فلا تقعد تجزئ التاريخ وتنهى عن مسألة. أنا كلامي كان عن فترة معينة، فلا تنهى عن خلق وتأتي بمثله. أنت كنت في غيبوبة قبل دوري المحترفين. كلامك لحظة، هي ما يأخذوكم بالصوت. أبو خالد قدم كلام، خليه يعطينا في الأرقام، يوضح لنا الأرقام. النصر والاتحاد ناديين كبيرين. ايش تبغى ارقام؟ بس قول لي انت ايش تبغى ارقام؟ قول لي. طيب ما قاطعتكم. انا انت سجلت سؤال. طيب قول لي ايش الارقام اللي تبغاها؟ ترى تفضل. طيب اقول لك، قدم سرد تاريخي لمباريات النصر والاتحاد. اذا عندك تقدر ترجع في الرقم وترجع تشوف. خلنا شو اخر تشوف. وريني اياها. انا سردت لك من بدايه دوري المحترفين، وسردت لك كل شيء. انا بالارقام سردت. اي بس عفوا محمد، لحظه بولما الان احنا مثلنا. لا ابو بدر ثواني بس، ثواني بس. بقول لا بجاوبك، لا بجاوبك. لا عشان نضبط الحوار. احنا ما احنا في جلسة لمناقشة اللقاءات التاريخية بين النصر والاتحاد. احنا نتكلم عن واقع. موضوع التاريخ ممكن نخصص له يوم قدم حلقة. قدم الزميل التركي معلومة غير صحيحة، مررتها. ليه؟ لا لا صحيحة. ما انت ايش هي؟ ايوه اخر 8 مباريات 5 انتصارات للاتحاد وثلاثة تعادلات. عطني الشيء غير صحيح. النصر آخر ست سنوات مسيطر على. خلينا نشوف قدامك الآن. سنوات مسيطر قدامك. وريني المادة رقم 10 يا شوف هذه أمامنا. النصر والاتحاد لا ما هي سؤال. شوف آخر 5 مواسم أنت ما قدرت تقيس فريق إلا من آخر 5 مواسم. ما أقدر أسوي دراسة على فريق فنيا. أنا جبتها لك في 10 سنوات ما يصير. جبتها لك من 2013 أبو بدر. لا 2013 في لعيبة اعتزلوا. كم لاعب من 2013 يلعب اليوم؟ خلاص نلغيها من التاريخ. اذا بكره اذا فاز يوم الاحد، اذا فاز النصر نلغي المباريات اللي باقي. لا 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 لا, لا ما نلغي ما نلغي يا محمد. انا قدمت تاريخي. ايوه اللي يبغى يشكك يتكلم في السرد التاريخي اللي قدمته. السرد التاريخي ليس له علاقه بالواقع الفني. انت تتكلم عن لعيبه مش موجودين الان. احنا نتكلم عن 5 سنوات، وهذه نسبة طويلة على فكرة، فترة طويلة مش قليلة. لما تقيس فريق، نتائج فريق مع فريق في 5 سنوات، تعطيك مؤشر فني. انا ما ابغى مؤشر تاريخي عشان يبين اني انا فزت 20 مباراة بس كانوا من 10 سنين. ما لها قيمة. لها قيمة تاريخية فقط. انت تاخذها مؤشر فني. لو ليش ما نطلع مثلا احصائي؟ لا بعد كذا يا ابو بدر، انت الان بلسانك قلت اخر 3 سنوات النصر ما قال له مبروك. ايوه فبتطلع احصائيه 5 سنوات عشان النصر ما قال. طيب اوكي، انا اقول لك 10 سنوات دائما اجيبها. 10 سنوات ارجع كل حديثي بالتاريخ اخر 10 سنوات اللي هذا في السرد قياس. ارجع لاخر 10 سنوات. هذا في السرد التاريخي. هذا في السرد التاريخي. ايش المشكله؟ ايش المشكله نرجع لاخر 10 سنوات؟ ايش المشكله؟ لا ما في مشكله. ما في مشكله بس ما لها اضافه فنيه. ايش المشكله؟ ما لها اضافه فنيه. لا لها اضافه. كيف؟ لها اضافه. كيف ما لها اضافه؟ من عشر سنوات لو اخذنا معيار. إيه؟ اذا الفتح كان بطل الدوري. الان الفتح ما في امكانيه يكون بطل الدوري في هذا الموسم. على الاقل فنيا ما نطلع على الموضوع. احنا تكلمنا عن مواجهات النصر والاتحاد. طيب. نتحدث عن النصر والاتحاد. يا اخي روح لدوري المحترفين بالكامل، طلع مواجهات النصر والاتحاد. ما له علاقه السرد التاريخي. ما له علاقه السرد التاريخي. احنا نتكلم عن مرحله فنيه. انا اقول لك اكثر من 6 سنوات الاتحاد ما سمعك مبروك. طيب في دوري 2018 قدم سرد اخر 10 سنوات قدمه، او دوري المحترفين بالكامل نقدمه. ليش اخر 5 سنوات؟ ليه؟ لانه اصلا فنيا كيف اقدر اناقش اقيم فريق فنيا 10 سنوات؟ لانه الاتحاد. والله لو انه النصر ما تروح. طيب. لو الاخر 10 سنوات الاتحاد هو اللي متفوق، اللي غير ترجع لاخر 10 سنوات. طيب. لا 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 وجهة نظر. لا 2018 في الذهاب فاز النصر 1-0، وفي الاياب النصر فاز 3-1. في دوري 2019 النصر فاز ذهابا 2-1، وفي الاياب فاز الاتحاد 3-2. في دوري 2020 تعادلوا في الذهاب 1-1، وفي الإياب 1-1. في دوري 2021 تعادلوا في الذهاب 1-1، وفاز الاتحاد في الإياب 2-1. في دوري 22 فاز الاتحاد ذهابا 3-1، وفاز الاتحاد إياب 3-0.
يعني النصر فاز 3 مباريات سجل النصر 13 هدف، الاتحاد فاز 4 مباريات وسجل الاتحاد 16 هدف وتعادلوا في 3 مباريات. دكتور سلطان، بالنسبة للتاريخ لمباراة يوم الأحد أعتقد أنه يظل تاريخ وتظل أرقام، لأنه بدر